السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، اليوم معكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم موضوع الفيديو راح نتكلم عن مشكلة بتواجه الكثيرين وراح نحل هاي المشكلة. جماعة طبعا المشكلة اللي بتواجه الكثيرين هي انه لما يجي يصور يلعب ببجي او تيجي تصور فيديو لقطة فيديو للشاشة تسجيل الشاشة بيطلع مش واضح، او المشاكل الصوتية او المشاكل انه المايك بعلق او من الاشياء هاي. كله اليوم راح نحله ان شاء الله بهذا الفيديو. طبعا يا جماعة الخير هنا راح نروح للتلفون وراح نفرجيكم كيف تثبت البرنامج وكيف راح تزبط الاعدادات وكيف راح تسوي كل شيء. بتروح على جوجل بلاي، طبعا كل الروابط راح تلاقوها بالوصف. تحط بتبحث على جوجل بلاي بتحط ADV 3 أحرف بيطلع لك هذا اول واحد مسجل الشاشة، بتضغط عليه بتثبته. بعد ما ثبته راح نرجع لكم. طبعا يا جماعة خير بعد ما ثبت التطبيق بنفتح التطبيق. بعد ما تفتح التطبيق بتيجيك هاي اللائحة، بتحط اكسبت على طول. هون في شغلة لازم تضغط على اللاو اللي بالنص بتحط سماح. طبعا في اعدادات مهمة هسه راح نشرح لكم اياها. بتروح للسيتينج، بتروح بتضغط على 3 نقاط بعدين تضغط على السيتينج. هون فيديو سيتينج، فيديو ريزوليوشن، هاي بتحدد جودة الفيديو. انت بتحدد حسب تلفونك، تنقي اللي بدك اياه 720 بكسل مثلا، والفيديو بريتيت هاي اذا تلفونك قوي الاحسن انك تحطها اوتوماتيك، بس اذا تلفونك قوي حط 15 او 10. والفريمات نفس الاشي، اذا تلفونك قوي بيدعم فريمات عالية بتحط 60 فريم، اذا ما اقل بتحط 30 فريم، اذا اقل بتحط 24 وهكذا. وريكورد اوديو، طبعا هاي هون الشغلة المهمة بريكورد اوديو. اضغط على ريكورد اوديو، طبعا هون بيسمح لك انك تسجل صوت من نظام التلفون مو من الميكروفون اذا كان عندك الاندرويد 10 فما فوق. طبعا هذا ايش بيسوي؟ انه يسجل من الداخل، انه الصوت حتى تقدر انك انت تتكلم مع اللي معك بالتيم بدون ما يقطع الصوت، والصوت يكون واضح من داخل اللعبة يعني من التلفون نفسه مو من المايك. وبتضغط عليها وبكون انترنت اوديو، بتحط موافق. هيك بيكون انه معك مجال انك تصور الفيديو تبعك من النظام تبع التليفون. طبعا بعد كل هذا شو راح نعمل؟ بعد كل هذا يا جماعة الخير راح نضغط على علامة الزائد اللي هنا اول ما تفوت على التطبيق، بتضغط عليها بتحط سماح وبتحط البدء الان. بعد ما تضغط البدء الان بتطلع لك هاي بطرف الشاشة، بتضغط عليها وبتشغل التصوير وبكون كل اشي تمام. طبعا هاي بس تخلص منها، اذا بدك هاي بتقدر تخفيها وتصير تظهر لك من فوق وتحط ستوب اذا كان بدك تخفيها. طبعا خلينا نفرجيكم كيف تخفيها. طبعا يا جماعة الخير هاي كيف تخفيها؟ بتروح على الاعدادات، في هاي ماجيك بوتون سيتينج بتضغط عليهم. طبعا هون بتقدر تحدد حجمها او بتقدر انك تلغيها بالمرة، تظهر فقط عند بداية التسجيل، يعني اول ما تضغط على التسجيل بتختفي وبتكمل تسجيلك عادي. بس بدك تفوق في الفيديو بتنزل الستارة وبتضغط على ستوب او بيس او اللي بدك اياه وبكون كل اشي تمام. طبعا يا جماعة الخير بعد ما شفتوا الشرح بتمنى انه يكون استفدتوا من هذا الفيديو، ولا تنسوا تعملونا لايك شير وسبسكرايب، هاي الاشياء اللي بتعملوها. وسلام.